الرئيس السيسي يكلف الحكومة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية لتحقيق أعلى معدلات الأمان للمصريين. الصحة تعلن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 68 وخروجهم من مستشفى العزل. التعليم تنفي أي تغيير في مواعيد امتحانات الإعدادية والثانوية. كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن لتحقيق أعلى معدلات الأمان للمصريين. وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: على ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري. أؤكد على ثقتي البالغة في تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر. حفظ الله مصر والمصريين. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى 96 حالة. وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندي وأربع حالات من المصريين. وأشارت الوزارة أن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا صحة لكل ما يثار عن أي تغيير في مواعيد امتحانات الشهادات العامة الإعدادية والثانوية. وأكدت الوزارة في بيان لها أمس أنه سوف تصدر بيانات رسمية بأي قرارات حين اتخاذها، وسوف يتم ملاحقة مروج الإشاعات ومثير البلبلة طبقا للقانون.